هلا بالجمهور العظيم. بصوا بقى يا جماعه، انا جايب لكم النهارده 3 اطباق من كوكب المريخ. خارقين يا جماعه، لسه نازل من الحمامه دلوقتي وانا جبتهم وجبت لكم على طول. يلا بينا. استنى، نسيت تعمل لايك. طبعا انزل دلوقتي اعمل لايك وسبسكرايب واشترك عندي في القناه واكتب لي كومنت وروق عليا كده، عشان تطبيقات النهارده جامده. ويلا بقى انا مستنيك اهو. خلصت؟ طب يلا بقى على التطبيقات. الابلكيشن يا جماعه رقم 1 النهارده، الابلكيشن ده ملوش حل. الابلكيشن ده يا جماعه هعدل لكم على الصور القديمه اللي عندكم. عندك صور مثلا قديمه وفيها تشويش كده ومش واضحه، يعني صور الكاميرات بتاعت زمان، الابلكيشن ده جيب الصوره اللي عندك القديمه تحطها الابلكيشن ده يرجعها لك كانها لسه متاخده ناو. ويلا بينا نشوف مع بعض. الابلكيشن هو يا جماعه دي الايقونه بتاعته، هندوس عليه عشان يفتح. دي الواجهه بتاعته يا جماعه، هيبدا يفتح معانا. هندوس عليه بقى. هنا في نسخ كتيره منه البرو كده، احنا عايزين النسخه المجانيه، هندوس له. بس هو على فكره يا جماعه في اول مره هتسجلوا عليه هيطلب منكم ايميل جيميل او فيسبوك، عادي ممكن اعملوا له اي حاجه، جيميل فيسبوك اي حاجه اللي تريحكم. المهم هتدوس هنا كده الايقونه دي عشان نختار بقى الصوره اللي احنا عايزين نعدل عليها. بصوا يا جماعه الصوره دي، انتم ملاحظين الصورة عاملة ازاي؟ على فكرة الصورة دي انا جايبها من على المتصفح عادي، داخل على جوجل وكتبت صور قديمة وجات لي الصورة دي. تمام، هندوس هنا هيبدأ يحمل معانا وهيجيب اعلان. الاعلان ده مدته 28 ثانية، سيبك منه. هنتخطى الاعلان ده يا جماعة وبعد كده هنشوف الصورة. كده الاعلان خلص يا جماعه. بصوا لاحظوا معايا الصوره يا جماعه، بصوا كده الصوره ما تعدلش عليها. بصوا بقى نمسح كده، تخيلوا بقى يا جماعه، لاحظوا معايا الفرق الشاسع. تخيلوا يا جماعه، بصوا الصوره بعد ما انتهت بصوا عامله ازاي يا جماعه. نرجعها تاني اهو، نجيبها تاني. بصوا اهي، شايفين يا جماعة الصورة عاملة ازاي؟ طب نختار مثلا شخصية مثلا. بصوا دي بعد ما اتعدلت، عايزين نرجعها تاني. بصوا اهي كده بعد ما اتعدلت، نجيب صورة شخصية تانية بعد التعديل، قبل التعديل، تالتة قبل التعديل، بعد التعديل. انتوا ملاحظين فرق ولا حاجة يا جماعة؟ عجبكم الابلكيشن صح؟ يلا روحوا نزلوا بقى، هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن. ايه رايكم بقى يا جماعه؟ الابلكيشن روق عليكم. يلا بقى ظبطوا الصور القديمه اللي عندكم واكتبوا لي في الكومنتات تحت الصور طلعت معاكم عامله ازاي. يلا بينا بقى نروح على الابلكيشن رقم 2. الابلكيشن ده عظماء، زي لانشر كده، عارفين لانشر بيتحط زي السيمه كده على الموبايل بتاعك، سيمز على الموبايل بتاعك، بس بقى حاجه خرافيه كده، حاجه جديده يعني لسه اول مره نشوفها. الابلكيشن ده بيعمل لك التطبيقات بتاعتك اللي على موبايلك زي عايمه كده، انت مثلا تقلب الموبايل كده تلات تطبيقات نزلت تحت، تعدل الموبايل كده تطبيقات تطلع، حوار يعني. يلا بينا نشوفه. بصوا بقى يا جماعه، هنا لو عايز تضيف اي رياكت مثلا او تضيف صوره هنا من هنا مثلا او من هنا، ما علينا. بعد ما تختار اللي انت عايزه وتظبط حالك كده والدستار. بصوا بقى يا جماعه دي الحاجات الموجوده، بصوا اهي. بصوا انا بطيرها على فكره، انا بلمسها بصبعي بتطير. بصوا اهي، بصوا اقلب الموبايل كده، الموبايل مقلوب، اهزه بصوا يمين وشمال اهو. بصوا حاجه جميله جدا يا جماعه، حتى يعني قائمه التطبيقات هنا بصوا اهي، عادي جدا جميل، تحس ان في حاجه حلوه كده يا جماعه. اللي حاب ينزله هتلاقيه تحت اللينك بتاعه في الديسكريبشن زي ما انا بسيب كل ابلكيشن. ايه رايكم بقى فيه؟ الابلكيشن ده يستاهل ينزل صح؟ طب تمام، ظبطوا نفسكم كده واكتبوا لي في الكومنتات لو الابلكيشنات دي عجبتكم. تعالوا بقى نروح على الابلكيشن الاخير. حضرتك او حضرتك اول ما بتصحي من النوم اول حاجه بتفكروا فيها ايه؟ موبايلكم صح؟
موبايلات يا جماعه الايام دي ولا في الوقت اللي احنا فيه ده موبايلات واخده كل وقتنا. بصوا ازاي ادمان كده دلوقتي بقى في ادمان موبايلات، موبايل على طول في ايدي شغال عليه كده، يعني ما الواحد ما عادش بيسيب الموبايل من ايده فعلا. والحاجه دي انا معايا انا شخصيا، فقررت انزل ابلكيشن ينظم لي الاوقات اللي انا هستخدم فيها الموبايل. يعني مثلا انا دلوقتي بستخدم الابلكيشن ساعه ساعتين ثلاث ساعات، وساعات بتفرط معني ممكن تفضل مثلا يوم كامل العب في ابلكيشن واحد، انت فاهمني؟ ف يعني قلت ايه، انا هخلي كل ابلكيشن ليه وقت محدد معايا ويفصل لوحده ويمنعني ان انا ادخل عليه تاني، انت فاهمني؟ فانا نزلت ابلكيشن بيمنع الابلكيشنات ان هي تشتغل وحدد لك الوقت اللي انت المفروض تستخدمهم فيه. فيلا بينا نشوف من غير كلام كتير. يعني ودي ايقونة الابلكيشن يا جماعه، افتحوا ازرق معاكم بالواجهه دي. بصوا بقى يا جماعه، انت تشوف الابلكيشن اللي انت عايز تحظره وتخليه يشتغل بوقت محدد معاك في اليوم، وهتدوس هنا زائد وتختار الشرط اللي هو الوقت طبعا، وتختار الايام اللي انت عايزه يشتغل فيها، واليوم اللي انت مش عايزه يشتغل فيه ما تختاروش اصلا. يعني هنا الجمعه انا مش عايزه اشتغل فيه اصلا، اختار مثلا سبت وحد اثنين ثلاث اربع خميس، تمام؟ الجمعه انا مش عايزه اشتغل، هدوس حفظ. هنا هيقول لي ايه الابلكيشن بقى اللي انت عايز انك توقفه، وهندوس مثلا هنا الابلكيشن ده. في موقع ويب معين انت عايز تحظره برضو، هتدوس هنا ويب، وتدوس هنا الموقع بقى، تكتب الموقع اللي انت عايز انك تحظره، تمام؟ افترضنا هنا اخترنا الابلكيشن، تمام؟ هندوس هنا. هنا هيقول لك انت الابلكيشن ده عايز توقف فيه مثلا ايه، الابلكيشن كله يقف، عايز توقف الاشعارات بتاعته، وعايز توقف موقع الويب انك ما تقدرش توصل لاي موقع ويب بيعرضوا عليك الابلكيشن، هنا هتشغل دول. هنا دوست موافق، تمام كده الابلكيشن وقف في الايام اللي اتحدد فيها. بصوا بقى يا جماعه، انت عايز مثلا تحدد له وقت معين انه يشتغل فيه. هنا انا محدد له مثلا من الساعة 12:05 لعند مثلا الى الساعة 1، ده الوقت اللي هو يشتغل فيه، غير كده انا مش عايزه يشتغل. فلذلك لما ادخل عليه، بصوا يا جماعة، ما ادخل على الابليكيشن ان هو اهو، ما ادخل عليه في الوقت اللي مش محدد زي كده هيخرجني بره تاني. بصوا تطبيق محجوب طول اليوم، كان حاولت فتحه اربع مرات، يعني هو بيقول لك ان الابلكيشن ده ما ينفعش ينفتح دلوقتي، ليه وقت محدد ان هو يشتغل فيه. بس كده، تمام كده يا جماعه، خلصنا الابلكيشنات اللي معانا النهارده. يا ريت بقى تنزل تعمل لي لايك وسبسكرايب، تشترك عندي في القناه، وتفعل زر الجرس على الكل علشان الفيديوهات اللي جايه انا منزل فيديوهات جامده يا جماعه، الفيديوهات اللي جايه هتجيلك انت اول واحد. ولو شايف ان الفيديو ده او الابلكيشن اللي انا نزلته النهارده هيفيد اي حد تاني، اعمل له شير عشان كل الناس تستفاد. بس كده يا جماعه، اشوفكم بخير يا اعظم ناس في اليوتيوب. سلام.